السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولادي وبناتي طلاب الصف الثامن، أهلا وسهلا بكم. كيف حالكم؟ لعلكم بخير، اشتقت لكم. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ودمتم دائما في حفظ الله وأمنه. هيا بنا نتعرف على درسنا اليوم، هو أدلة وحدانية الله تعالى، درس مقرر من دروس الفصل الدراسي الثالث للأسبوع الخامس، نظام التعلم عن بعد. إذن عنوان الدرس الأول من الوحدة السادسة، أدلة وحدانية الله تعالى وقدرته. ماذا نتعلم من درسنا اليوم؟ نتلو الآيات الكريمة تلاوة مجودة، ونفسر معاني المفردات القرآنية، ونبين المعنى الإجمالي للآيات الكريمة، وندلل على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونوضح دلائل وحدانية الله تعالى، ونشرح الأدلة العقلية في الرد على منكري البعث بعد الموت، وفي نهاية الحصة نسمى الآيات الكريمة تسميعا متقنا. قال الله تعالى في بداية الدرس: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. نتأمل تلاوة الآية وما جاء فيها، ونتفكر في معانيها حتى نستطيع الإجابة على السؤال الآتي. السؤال يقول: أولا، ماذا تعرف عن أدلة وحدانية الله، وماذا تريد أن تتعلم، وفي نهاية الحصة ماذا تعلمت اليوم؟ السؤال كان يقول: صف محتوى الصورة، أمامنا الآن صورة، علينا أن نقوم بوصف محتواها وبماذا تحتوي هذه الصورة، ثم بعد ذلك نذكر وجه الشبه والاختلاف بين هذه المخلوقات في ضوء فهمي للآية الكريمة السابقة، ومن خلقها من مصدر واحد وبأشكال مختلفة، ونذكر ما يجب علينا تجاه خالق الكون بما فيه من هذه المخلوقات. إذن كانت محتوى الصورة مجموعة من الحيوانات، أوجه الشبه جميعها حيوانات غير عاقلة، منها تأكل اللحم ومنها تأكل العشب، الذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى. ماذا يجب علينا المحافظة عليها؟ نعبد الله سبحانه وتعالى ونشكره، نحافظ على هذه النعم ونرعاها. هيا بنا نتلو الآيات الكريمة، الهدف الأول تلاوة سليمة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب، أفلا يشكرون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. صدق الله العظيم.
عليك الآن عزيزي الطالب أن تقوم بقراءة الآيات الكريمة قراءة سليمة. الهدف الثاني نفسر مفردات الآيات الكريمة. قوله تعالى: وما ينبغي له، إذن لا يليق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا، مما عملت أيدينا أي خلقناها بلا معين. الأنعام هي الإبل والضأن والمعز، وذللناها جعلناها مسخرة لخدمتهم، وهم لهم جند محضرون، المكذبون جند لآلهتهم في الدنيا. تضمنت المعنى الإجمالي للآيات الكريمة، تضمنت الآيات الكريمة الرد على منكري البعث، ثم بعد ذلك جاء الرد على ادعاء الكفار أو المكذبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر وساحر، وأنه أتى بهذا القرآن الكريم من عنده. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم إما على ادعائهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا وأن القرآن الكريم شعر، فأكد بأن الله تعالى لم يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم الشعر، ولا يليق بمن يحمل هذه الرسالة أن يكون شاعرا، لأن الشعر هو عبارة عن خواطر وانفعالات بشرية تتغير من حال إلى آخر. أما القرآن الكريم فهو وحي من الله تعالى عامر بالحكمة والموعظة، وهو منهج حياة واضح لمن تأمله وتدبره بقلب حي وبصيرة واعية. علينا الآن أن نفرق بين القرآن الكريم ونقارن بين القرآن الكريم وبين الشعر. القرآن الكريم مصدره من الله تعالى، لا يتبدل ولا يتقلب مع الأهواء، هداية تتنزل من السماء. أما الشعر هو خواطر وانفعالات بشرية يتبدل ويتقلب حسب الأهواء، أشواق تصعد من الأرض. بارك الله فيكم. ندلل على وحدانية الله تعالى. إذن ربنا سبحانه وتعالى يدعونا إلى التأمل والتفكر في مخلوقات الكون وفي نعمه كثيرة التي لا تعد ولا تحصى. إذن سخر الله لنا جميع ما في الأرض، سخر الإنسان، إذن الإنسان كرمه على سائر المخلوقات من الحيوانات والنباتات والجمادات. نحلل الآية الكريمة ثم نقوم باستنتاج ما ورد فيها. قال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. إذن ذللناها أي سخرناها. إذن رب سبحانه وتعالى سخر لنا هذه المخلوقات أو الحيوانات لخدمة الإنسان، نأخذ منها منافع لنا، هي الحليب والسفر والجلود والصوف، نأخذ منها الشعر، ونأخذ منها الحراسة. وما هو دلالة الاستفهام الاستنكاري في قوله تعالى أفلا يشكرون؟ إذن أن الإنسان ومن واجبه شكر الله تعالى على نعمه، لكن المكذبين قابلوا نعم الله بالجحود والنكران والتكذيب. وكيف نشكر الله تعالى؟ من خلال إخراج الزكاة الأنعام والتصدق عن الفقراء بلحومها وحسن معاملتهم. ثالثا، موقف المكذبين من الأدلة على وحدانية الله تعالى. لم يشكروا الله سبحانه وتعالى ولم يتعظوا، جعلوا معه آلهة أخرى صنعوها بأيديهم، تفرغوا لخدمتها وعبادتها بالرغم من أنها عاجزة عن جلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم. وقال الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. إذن اتخذوا من دون الله إلها آخر لعلهم ينصرونهم، لا يستطيعون نصرهم. وردت الآية التي تليها: لا يستطيعون نصرهم لأنهم
حجارة لا تضر ولا تنفع. فلا يحزنك قولهم، أي لا تحزن عليهم يا محمد، ثم دعهم وشأنهم. إذن موقف المكذبين لم يؤمنوا بالله تعالى. الأسباب التي تدفع الإنسان لجحود الله هي اتباع الشيطان والتكذيب بالله تعالى والتكبر عليه. فلا يحزنك قولهم، إذن علم الله تعالى الشامل بما يفعله المكذبون في السر والعلن ومواساة النبي والتخفيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تحدثت الآيات الثانية عن خلق الإنسان. إذن الدليل على خلق الإنسان الأول، أخذنا الدلائل والرد على منكري البعث في الآيات الأولى. الآيات الثانية تحدثت عن خلق الإنسان والأدلة الكثيرة التي من حولنا، ثم نقوم بقراءة الآيات ونستنتج الأدلة الواردة فيها. قال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. يدعونا الله سبحانه وتعالى إلى التفكر في خلق الإنسان وكيف خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان. إذن خلقه من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم كسى العظام لحما، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام. إذن الذي قادر على أنه أن خلق الإنسان من عدم قادر على أن يحييه مرة أخرى. ويرد الآية التي تليها وتقول: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن الذي قادر على إنشائها أول مرة هو قادر على أن يردها مرة أخرى. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. إذن أن الله سبحانه وتعالى جعل من الشجر الأخضر نار، إذا سخر لنا النباتات نأخذ منها الحطب لكي نستفيد من النار في الحياة الدنيا، منها الدفء ومنها